في لهجة تزداد حدتها كل يوم مع تصريح جديد للرئيس الأمريكي بشأن إيران وأنشطتها قال ترامب إن الحرس الثوري جيش معاد يمول الإرهاب التصريح الأمريكي الحاد هذا يأتي في سياق سلسلة تصريحات لم تتوقف ضد إيران منذ تولي ترامب السلطة في الولايات المتحدة يبدو أنها ستتحول إلى تنفيذ على الأرض خصوصا مع الاصطفاف الأوروبي بجانب أمريكا ضد الحالة الإيرانية هذه ففي رأس السنة بإيران أو ما يعرف بعيد النوروز بعث الرئيس الأمريكي بتهنئة الإيرانيين إلا أنه استخدم الرسالة لمهاجمة النظام الإيراني خاصة الحرس الثوري فقال إن الشعب الإيراني يرزح تحت وطأة حكام يخدمون أنفسهم بدلا من خدمة الناس لم يكتف ترامب بذكر مساوئ ايران الداخليه بل تعداها لما يهمه هو وهو نفوذها خارج حدودها وتغلغلها في منطقه الشرق الاوسط عبر احتلالها عواصم عربيه من خلال دعم ميليشيات تنفذ في تلك البلدان اجندات الحرس الثوري، الذي قال عنه ترامب انه انفق اكثر من 16 مليار دولار لمسانده من نظام بشار الاسد ودعم الارهابيين في سوريا والعراق واليمن، وذلك على حساب المواطن الايراني الذي يدفع ضريبه ذلك من حقوقه المدنيه. الرئيس الامريكي لا يقف وحيدا في مواجهه المشروع الايراني اذ ساندته دول الاتحاد الاوروبي خصوصا في الايام الاخيره حتى خرجت كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا من حاله التريث التي كانت تتحلى بها تجاه تدخلات ايران في نزاعات الشرق الاوسط، واتفقت دول الاتحاد على مناقشه تداعيات تدخلات ايران في نزاعات الشرق الاوسط وتطوير برنامج الصواريخ البالستيه في اجتماع وزراء خارجيتها الذي ربما يخرج بقرارات جديده قال البعض انها ستكون بمثابه اقرار عقوبات جديده على ايران. وهو ما يتوقع ان يواجه بتحفظات من بعض الدول التي تشكك في جدوى ادوات العقوبات لانها قد تدفع النظام الايراني الى المزيد من التشدد لكن بالنسبه للجانب الامريكي فان ترامب الذي ابدى سخطه منذ اليوم الاول لرئاسته على الاتفاق النووي مع ايران خرج اليوم مهددا بنقضه في حال استمرار طهران بسياساتها في المنطقه حيث قال نائبه مايك بنز ان ايران الداعم الرئيسي للارهاب في العالم وان واشنطن لن تؤيد الاتفاق مره اخرى